مساء الخير. غمرت ياسمين بثلوجها معظم المناطق اللبنانية وعزلت بعضها وفرضت على بعض المواطنين إحراق ثيابهم أو أشجارهم المثمرة لتأمين القليل من الدفء لصغارهم مع تعذر شراء الحطب أو المازوت الذي احتكره تجار الهيكل كعادتهم لبيعه بالفراش على حساب أرواح الناس. وما أن يذوب الثلج حتى يبان مرج الاستحقاقات اللبنانية الداهمة، وأولها الجواب الرسمي الذي ينتظر أن يقدمه وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب إلى نظيره الكويتي ردا على المذكرة الكويتية العربية الدولية على يرفع الجانب الكويتي المذكرة إلى مجلس وزراء الخارجية العرب في الكويت السبت، في ظل ما بات معلوما من أن مضمون المذكرة يحظى بتوافق خليجي وعربي ودولي وتحديدا أمريكي وفرنسي. وأفادت مصادر مطلعة تلفزيون لبنان أن لبنان أنجز مسودة الرد على المبادرة الخليجية مع قبوله بمعظم بنودها. أما ثاني الاستحقاقات فهو عودة ملف المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية إلى الضوء، مع إعلان إسرائيل أن هذه المفاوضات ستستأنف الأسبوع المقبل مع وصول الوسيط الأمريكي أموس هوتشتاين إلى تل أبيب على ينتقل إلى بيروت مبدئيا منتصف الشهر المقبل. أما ثالثها اجتماع لمجلس الأمن الدولي في آذار المقبل حول لبنان بعد الاعتداءات المتكررة على اليونيفل. وسط الاستعدادات لهذه الاستحقاقات الدبلوماسية الخارجية استكملت الحكومة في السراي درس مشروع قانون موازنة العام 2022 تمهيدا لإقرارها في جلسة الغد، كما يتحضر الداخل اللبناني لاستقبال موفد فاتيكاني رفيع وزير خارجية الكرسي الرسولي المونسنيور بول ريتشارد جالاجير الأسبوع المقبل، استكمالا للقاء في حاضرة الفاتيكان بين البابا فرانسيس ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي. البداية من الصقيع الذي لف لبنان، فيما العاصفة مستمرة، مناطق عدة معزولة والأهالي يناشدون. الله يبعث الخير عبارة تتردد مع كل عاصفة تحمل الثلوج، ولكن في لبنان مع أزماته المتعددة تتحول النعمة لدى بعض اللبنانيين إلى نقمة حين لا يستطيعون تأمين تدفئتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات. فأحلت الملابس الصوفية والبطانيات محل صوبيات المازوت والحطب أو الكهرباء. عيس عم ندفع الشرطيت وعم ندفع كل شيء، صبابيت وشواحيت وكل شيء. والله الله يعين، ما معنى حق حطب، ما معنى حق مزوت، ما معنى شيء. والله يا كبير مأساة بكل معنى الكلمة في بعض المناطق الجبلية والبقاعية. الثلوج خلفت أضرارا كبيرة بالأسلاك الكهربائية وخطوط الهاتف وقطعت الطرقات بشكل كلي وعزلت بعض البلدات، والأهالي يناشدون المعنيين بمساعدتهم لفتح الطرقات. يمطر حلوة مكة العشرين مجهولين تماما عن الداخل. فنحن مركز جرف ثلوج ببلده يمطا تابع لوزاره الاشغال، عم بيقوم بكامل مهامه الا انه لا يملك الا اليه وحده لجرف الثلوج. كما تساقطت ايضا حبات البرد على الساحل، فاستيقظ اهالي بيروت وجبيل على مشهد الثلوج التي غطت سياراتهم واطراف الطرق. غرفه التحكم المروري اعلنت في هذا السياق الطرقات المقطوعه جراء العاصفه الثلجيه هي عينات الارز، كفر دبيان، حدث بعلبك، الهرمل، سير الضنيه، معاصر الشوف، كفريه، تنورين، اللقلوق، القبيات، الهرمل، اكروم، الروميه، فنيدق، القموعه، ساحه عجلتون باتجاه فاريه، بسكنتا، دهور الشوير، ترشيش، زحلي، ظهر البيدر، جزين، كفرحونة، حصبية، ورشية. متى يبدأ المنخفض بالانحسار؟ وماذا تحمل الساعات والأيام المقبلة؟ العاصفة الثلجية المسيطرة على لبنان وخاصة على المناطق الجبلية والداخلية مستمرة بشكل متقطع خلال يوم الخميس مساء وليلا،
وخلال نهار الجمعة بضل في عنا ثلوج متفرقة بتتراكم على الثلوج الموجودة، وهذا الشيء بيأثر على حال الطرقات بالإضافة إلى تكون الجليد على ارتفاع 700 متر وما فوق. يبدأ التحسن الملموس ابتداء من نهار السبت مع بقاء احتمال تساقط الثلوج والأمطار، الأمطار على الساحل والثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق. درجة الحرارة تبدأ بالارتفاع ابتداء من نهار الاثنين القادم، ومن هلا لوقتها درجة الحرارة هي أقل من المعدات الموسمية والجليد موجود على الطرقات التي تعلو مثل ما قلنا 800 متر وما فوق. ابتداء من الاثنين القادم التحسن بيؤدي إلى عودة درجة الحرارة للارتفاع وإلى طقس مستقر نسبيا بس بارد، ومنشوف الشمس حتى خلال يوم الخميس ويوم الجمعة فينا نشوف الشمس بس مع بقاء الاحتمال الأمطار من وقت لوقت. مدير عام كهرباء زحلي المهندس أسعد نكد تفقد ورش الصيانة التي تعمل على إصلاح الأعطال الطارئة على الشبكة نتيجة العاصفة الثلجية غير المسبوقة، واستمع نكد لمسؤولي الورش عما تم إنجازه من إصلاحات. يعني إذا الله غاد بعض الظهر عشية بكونوا خلصتوا، ما تخلوا حدا ينام بدون كهرباء أبدا. بس هلا يعني إذا خلصتوا عشية بتكون اشتغلتوا 24 ساعة أكثر. من بارح لليوم أكثر. بتكونوا اشتغلتوا أكثر من 24 ساعة بدون ما توقفوا. مساهمة مالية من الحكومة اليابانية عبر اليونيسف لدعم الأطفال والأسر بالمساعدات الشتوية. مساهمة من حكومة اليابان بمبلغ 1,800,000 دولار أمريكي أعلنت عنها اليونيسف لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية والتدخلات المنقذة للحياة من خلال برنامج المراهقين والشباب وبرنامج الصرف الصحي والنظافة الصحية ووش في لبنان. وستكون اليونيسف خلال الشهرين المقبلين قادرة على توزيع البطانيات والسترات والأطقم الحرارية والملابس والجوارب التي يقوم بتصنيعها الشباب من الفئات الأكثر ضعفا لتوزيعها على العائلات الأكثر حاجة التي تعيش في منازل تفتقد إلى التدفئة. وستواصل اليونيسف تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عالية الجودة في منطقة البقاع لدعم الأسر الأكثر ضعفا للتأقلم خلال فصل الشتاء ومواجهة وطأة تساقط الثلوج والرياح العاتية والفيضانات. وسيتم دعم 35,000 من الأطفال والشباب والأسر الضعيفة من خلال المساعدات الشتوية التي تقدمها الحكومة اليابانية. وأعربت نائبة ممثلة اليونيسف في لبنان عن الامتنان لحكومة وشعب اليابان على هذه المساهمة. أما سفير اليابان في لبنان فقال: نحن ندرك تماما خطورة الأزمة الإنسانية المستمرة في لبنان، حيث الضحايا هم دائما الأطفال والأسر الضعيفة، ونأمل من خلال هذه المساعدة إيصال رسالة بأن المجتمع الدولي سيقوم بمساعدة الأطفال والعائلات في كل الأوقات. قساوة الطقس دفعت بأحد الضباع في عين كفر زبد البقاعية للاقتراب من السكن بحثا عما يسد جوعه، فكان مصيره القتل المجاني على يد 3 شبان. وإثر تداول الفيديو الذي وثق الحادثة، تحرك ناشطون وجمعيات بيئية لدى نيابة العامة البيئية في البقاع، فأعطى القاضي إياد بردان الإشارة لتوقيف المتورطين لمخالفتهم قانون الصيد 580 وقتل حيوان يشكل رمزا للطبيعة اللبنانية ومحميا بالمعاهدات الدولية. النشرة مستمرة بعد الفاصل. أهلا بكم. مجلس الوزراء وصل جلسته لدراسة وإقرار مشروع قانون موازنة العام 2022. وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي أشار إلى أن مجلس الوزراء يستأنف جلساته المفتوحة غدا من 9 صباحا لقراءة تقرير وزارة المالية حول مشروع الموازنة، كما سيصار إلى مناقشة المواد. بجلسات ماراثونية يواصل مجلس الوزراء درس مشروع الموازنة وكل ما يتصل بها. لهذه الغاية يعقد جلسة صباح الجمعة تخصص لقراءة تقرير لوزير المال، فضلا عن استكمال مناقشة البنود التي كانت قد علقت في جلسات سابقة. وسيكون هناك جلسات الأسبوع المقبل لاستكمال درس المشروع. الدولار الجمركي لم يحسم بعد، وكذلك سعر الصرف. وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي لفت إلى أن الأمر متروك لوزير المال، وأنه لا يمكن وضع أسعار جديدة للدولار الجمركي بل اعتماد معيار معين قد يكون منصة صيرفة. تقرر إيكال هذا الأمر
إلى معالي وزير المالية الذي سينجز دراسة حول هذا الموضوع لتقرير ما هو السعر الذي سيعتمد في استيفاء حقوق الدولة عن طريق الدولار الجمركي. تصحيح الأجور نوقش على طاولة مجلس الوزراء انطلاقا من مقاربة اجتماعية وإنسانية تراعي إمكانيات الخزينة. الحلبي أكد أنه سيكون هناك مؤتمر لوزير المال لشرح كل القضايا المتصلة بالموازنة. وزير الداخلية من بعبدة جاهزون ونتابع التحضير للانتخابات النيابية، وسنواصل ضبط المخدرات وملاحقة شبكات التهريب. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تطور العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان خلال الساعات الماضية والأضرار التي خلفتها في عدد من المناطق اللبنانية، وأوعز إلى الجهات المختصة للاهتمام بالمحاصرين بالثلوج. هذا الموضوع إضافة إلى الاستعدادات للانتخابات النيابية وضبط المخدرات، مواضيع حضرت في لقاء رئيس الجمهورية مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، الذي أطلع رئيس عون على آخر عمليتين ضبطت فيهما المخدرات، آخرها ضبط عملية تهريب في مرفأ بيروت قبل إتمامها. وردا على سؤال حول ما تطرحه عمليات تهريب المخدرات في مواد مدعومة من إشكاليتين آخرها التهريب في الشاي. عملية تهريب المواد المدعومة أنتم بتعرفوا أنه كانت عم تصير. نحن كنا دايما قبل ما نيجي على الحكومة، نحن هي مش مسؤوليتنا، نطلب من القوى الأمنية أن هي تابع الموضوع. يعني هون تتشوف في الوائحة أكتر، انه فوق ما هن التجار استفيدوا من الدعم بدل ما يستفيدوا المواطنين من الدعم، عم يستفيدوا مره تانية وعم يروحوا يهربوا مخدرات بقلب مواد مدعومه اتاخد حقها من تعب الشعب اللبناني ومن عرق الشعب اللبناني ومن ليره الشعب اللبناني. تشوفوا طمع التجار وطمع المجرمين. نحن متابعين وعم نكافح هيدي الافه ورح ننجح. الرئيس عون تناول الأوضاع العامة مع الوزير السابق كريم بقردوني، وعرض مع سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي السفير فريد الخازن على علاقات بين لبنان والفاتيكان والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها وزير خارجية الفاتيكان الأسبوع المقبل إلى بيروت. وفي قصر بعبد المؤرخ فادي زرزير الذي منحه الرئيس عون وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تقديرا لعطاءاته في المجالين التاريخي والتراثي. توقف رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع عند خبر ضبط الشرطة القضائية والجمارك شحنة مخدرات تزن 13 طنا في مرفأ بيروت كانت متوجهة إلى نيجيريا، فقال لقد كشفت الشرطة القضائية عن وجهة الشحنة لكنها لم تتطرق إلى مصدرها. يا ترى شحنت الكبتاغون الجديدة من السماء على مرفأ بيروت أم أنها أتت من مكان ما في لبنان هنا بيت القصيد؟ وأن لم تعالج الدولة اللبنانية هذه النقطة فهي بالتالي لا تعالج شيئا. رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل زار دار الفتوى على رأس وفد كتائبي، وعرض مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان شؤونا وطنية وسياسية. الجميل دعا مناصري تيار المستقبل إلى عدم الإحباط. وللأسف ما تبقى من قيادات صف أول اليوم بالبلد، للأسف الخلفيات الميليشيوية تطغى في أدائهم وفي طريقة ممارستهم الحياة السياسية، من استعمال العنف لمخالفة الدستور ومخالفة القوانين والتعاطي بخفة مع حياة الناس، مع الفقر يلي عم بيطال الناس، مع القهر يلي عم بيطال الناس، الاستعداد دائما للمساومة على حساب البلد وعلى حساب سيادة لبنان واستقلاله، تسليم قرار البلد للميليشيا يلي أصبح اليوم أكثر وأكثر أمر واقع عم بينفرض على جميع اللبنانيين، وأصبحت أكثر من أي وقت مضى مؤسسات الدولة تحت رحمة هالميليشيا اللي مسيطرة على البلد اليوم، ويلي للأسف مسيطر على قراره قوى خارجية لا علاقة لها بلبنان. وهذا الشيء مش نحن عم نقوله، هن عم بيقولوا. فنحن انطلاقا من هون نحن بنعتبر انه اليوم الوضع كتير حساس، وواجباتنا نجي لهون كرمال تنقول لكل اللبنانيين انه رغم لمحبين اول شيء الرئيس الحريري اللي اكيد اصيبوا بدرجة من الاحباط او من التساؤلات، بدنا نقول لهم انه نحن بهيدا البلد ممنوع الاحباط. نحن قضيتنا لبنان اولا،
قضيتنا نبني هذا البلد للأجيال الجاية، نحرره، نحرر له قراره، نستعد له ديمقراطيته. دعا لبنانيو الاغتراب، لاسيما ممثلو الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومجلس الأعمال اللبناني في الكويت، مجلس التنفيذيين اللبنانيين ومجالس الأعمال في دول مختلف الهيئات والتجمعات الاغترابية حول العالم. دعوا كل من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس والحكومة لعدم تفويت الفرصة والتفاعل مع المبادرة الكويتية بما يتلائم مع مصلحة لبنان واللبنانيين كما جاء في البيان. على هامش جلسة مجلس الوزراء، أثار وزير الطاقة والاقتصاد وليد فيض وأمين سلام موضوع المولدات الكهربائية واحتكار مادة المازوت في العاصفة الثلجية. أوضح وزير الطاقة وليد فياض بعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء أن هناك تجاوزات بالنسبة لموزعي المازوت الذين يتجاوزون الإجراءات والرسوم المحددة بالنسبة لسعر المازوت، وهناك سوق سوداء ويتم أخذ عمولات تصل من 10 إلى 15%، وهذه جريمة بحق كل لبناني يعاني الأمرين في كل المناطق اللبنانية. عنا تجاوزات عم بتصير وعم بوصلي فيها أنا مستجد كثير ومعالي الوزير كمان، بالنسبة لموزعي المازوت اللي عم بيتجاوزوا الإجراءات اللي محددين والرسوم المحددين بالنسبة لفاتورة المازوت يعني سعر المازوت، وعم بيكون في مثل سوق سوداء والتجاوزات وعم بيطلبوا يندفع طبعا هو بالدولار إذا كان واصل عند يعني بزنس تو بزنس، وإنما عم بياخدوا عمولات لأكبر من السعر وعم توصل لحد 10 أو 15% حسب حساباتي اللي عم شوفها، وهيدا شيء مش مقبول وهيدا جريمة، يعني هيدا يعد جريمة يجب أن يحاسبوا عليها. وحكينا بهيدا الإطار أنه لازم نفعل عبر مؤازرة وزارة الداخلية وقوى الأمن ملاحقة والقضاء ملاحقة هذه الأطراف المخربة وال يعني ال أخذ الإجراءات بحقها. إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد أمين سلام ملاحقة كل من يقوم باستغلال الناس في الظروف الصعبة خصوصا في المناطق الجبلية والنائية. أنا اللي بدي أقوله الرجاء سمع هذه الرسالة بشكل كتير واضح، أي حدا اليوم خاصة بالمناطق الجبلية اللي هي البرد فيها اليوم ظروفه كتير صعبة، أي حدا بده يستغل هالظرف الصعب وبده يحتكر أو يخزن مازوت أو يرفع أسعار استغلالا للمواطن وظروف الناس الصعبة اليوم حيلاحق، وأنا بحثت هلا بعدة آليات مع وزير الداخلية مع البلديات لو وصلت الأمور لملاحقة عبر النيابات العامة المالية وعبر القضاء، لو بدي أنا أنزل شخصيا أخذ معي هالملاحقات ووصل فيها عباب القاضي ودق عليه لنفذها أنا حنفذها، لأنه أسعار المازوت اللي عم تطلع من وزارة الطاقة لا يجوز اليوم استغلالها بهالظرف الصعب. الناس عم تموت من البرد وتحديدا بالمناطق النائية والجبلية والبعيدة، أي مخالف سوف يلاحق بأشد الوسائل الممكنة، وكل الوزراء المعنيين اليوم انحطوا بهيدا الجو، ورحموا الناس ورحموا بهالظروف الصعبة كل الناس اللي محتاجة للمازوت للتدفئة ومحتاجة للموترات لتقدر تدور وسائل تدفئة مختلفة. هل سيتم توحيد سعر الصرف في موازنة 2022؟ وماذا عن تمويل الإيرادات؟ قراءة للباحث الأكاديمي الخبير المالي البروفيسور بيير خوري. ندى الحوت. توحيد سعر الصرف معضلة أساسية في موازنة 2022، وحتى الآن وبحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي بروفيسور بيير خوري لا توجد رؤية واضحة للموازنة. حقيقة نحن بحاجة اليوم لتسعير شامل لسعر الصرف بيبدأ من الودائع وبينتهي بسوق الصرف مرورا بكل شيء خاضع للتسعير بالدولة والاقتصاد. ما هو مطروح اليوم على مستوى الموازنة هو توحيد انتقائي، وتوحيد أيضا هني مش متفقين عليه لأنه ما في قاعدة فعليا لأنك توحدي دولار الإيرادات ودولار النفقات، وما في قاعدة أيضا لتوحيد الدولار ضمن النفقات. فيما لو تم التوحيد رح يتم على الطريقة اللي انطرحت أنه بيعطوا نوع من تصريح معين لوزير المال بهذا التسعير وبتغييره واختياره،
وهيدا لعمري أمر خطير جدا، لأننا منكون عم نبتعد أكثر وأكثر عن الإجراء الإصلاحي الأساسي المطلوب لتحرير الاقتصاد وهو تحرير سعر الصرف. بيقول معالي وزير المال أنه نحن رح نعتمد سعر صرف واقعي، لكن شو يعني واقعي؟ أساسا كل الأسعار اللي اعتمدها مصرف لبنان هو بيعتبرها واقعية. شو الواقعي وأي مصالح بيلبي هذا السعر الواقعي؟ الواقع الحقيقي اليوم هو سعر الصرف الحر، ما في غيره، لأنه هيدا هو سعر الصرف اللي بتقدر تشتري وتبيع عليه. ما هي الواردات المتاحة لتمويل الإيرادات؟ بالنسبة للموارد المتاحة لتمويل الموازنة الإيرادات، من الواضح أنه المصدر الأساسي اللي عم تعول عليه الميزانية الموازنة العامة هو الإيرادات الجمركية، إن من خلال رفع سعر الدولار الجمركي أو من خلال تعديل الرسوم على المستوردات بنسب مختلفة بحسب طبيعة المستورد. أيضا هناك تعديل الرسوم الحكومية على والضرائب الداخلية على الانتقال، على كل أنواع الرسوم، بما يخدم أنه يصير الأسعار أقرب إلى لأن تعكس سعر السوق. ولكن هيدا كله صراحة عم بيتم باقتصاد متهاوي، ويمكن هون المشكلة الحقيقية، انه ممكن نرفع النسبة ويقوم ينزل حجم الوعاء اللي عم نحن نلم منه ايرادات، بما يؤدي فعليا لانه يتحول المصدر الاساسي لتمويل الميزانية مرة اخرى، الموازنة مرة اخرى، الى التضخم. بعد اليوم الدولي رغم كل اللي عم بتجرب تعمله من اجراءات هي مفعل للتضخم بسبب حجم انفاق غير المنتج. انخفضت اليوم اسعار المحروقات كافه واصبحت على الشكل التالي: البنزين 95 اوكتان 354600 ليره، البنزين 98 اوكتان 365800 ليره، المازوت 131200 ليرة، والغاز 280300 ليرة لبنانية. أشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى أنهم يتناقلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا قصيرا مجتزئا لوزير الطاقة وهو يكلم نظيره السوري قبل بدء توقيع اتفاقيتي تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن وعبور الطاقة من الأردن عبر سوريا إلى لبنان الذي تم تسجيله قبل بداية التوقيع، وكان يتحدث إلى نظيره السوري وهذا ما أسيء فهمه عن قصد أو عن غير قصد، وكيف أنه صديقا للسفيرة الأمريكية وقد هنأته على التوقيع برسالة نصية عبر الهاتف وعلاقته الجيدة بها، وأن التوقيع إذ حصل الآن يحتاج إلى التمويل والموافقة الأمريكية وإلا سنبكي. وتابع هذا ما قصده في هذا الكلام الذي أخرج من سياقه وهو كلام مجتزأ، ونشر الفيديو الفيديو في هذا الشكل المجتزأ الهدف منه الإساءة للوزير ولعلاقته بالسفيرة الأمريكية التي يحرص على بقائها ممتازة، وكنا نتمنى على بعض الإعلام المخرب التعامل مع هذا الحدث الاستثنائي بمسؤولية أكبر وبتعاط جدي بعيدا عن المناكفات السياسية التي تضر بلبنان وبمصلحته. ونشر مكتب فياض فيديو لتصريح الوزير بعد التوقيع أمس وقد أدلى به في العديد من الوسائل الإعلامية، ويقول فيه الكلام ذاته عن علاقته الجيدة بالسفيرة الأمريكية، وهذا هو الكلام نفسه الذي كان يقوله للوزير السوري في الفيديو المتناقل. نحن وصلنا، يعني أنا اليوم إجاني رسالة تهنئة من سعادة السفيرة الأمريكية في لبنان، يا ريت يمكن تكون موجودة معنا، ما إجت بعد اليوم، وإنما نحن على تواصل مستمر مع سعادة السفيرة ومع الإدارة الأمريكية كلها، وكل اللي إجوا من الإدارة زارونا هون ومن الكونغرس زارونا هون بالوزارة، وأبدوا عن وقوف أبدوا عن 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 عن, عن مؤازرتهم للبنان ووقوفهم مع لبنان بهالمرحلة، تأمين خاصة الملفات الحياتية اللي بنقدر نسحبها من التجاذبات السياسية، وهيدا هو الهدف اللي عم نسعى له. دعم سيدات الأعمال محور مداخلة السيدة كلودين عون في منتدى مجلس الأعمال الروسي العربي في إكسبو دبي.
أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون أنه منذ التراجع الاقتصادي في العام 2019 تتضاعف التحديات التي تواجه نساء لبنان في ريادة الأعمال. وفي خلال تلبيتها دعوت مجلس الأعمال الروسي العربي للمشاركة في منتدى في إطار إكسبو 2020 في دبي بعنوان روسيا العالم العربي أفاق جديدة في واقع جديد، لفتت عون إلى أهمية تذليل العوائق التي تعترض إقدام النساء على تأسيس الأعمال، وإلى أن الهيئة تعمل على إقرار القوانين المؤاتية التي من شأنها الاعتراف بكافة الحقوق للمرأة أسوة بالرجل، ومنها حق الأم في نقل جنسيتها إلى أولادها ومنع تزويج الأطفال وتعزيز التمثيل البرلماني للمرأة عن طريق إقرار كوتا نسائية في قانون الانتخابات وفرض مشاركة النساء في مجالس الإدارة للشركات المساهمة بنسبة ثلث الأعضاء وغيرها من التحديات التي تواجهها النساء في لبنان. من جهة أخرى تحدثت عون عن أهمية إعارة الاهتمام الفعلي لقضايا حماية البيئة وغيرها من المواضيع التي فرضها انتشار كورونا كالمهارات الرقمية الضرورية في تأسيس الأعمال وتدريب النساء لاستخدامها. في أعقاب الهجمات الحوثية على أبو ظبي دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها لإعادة النظر في السفر للإمارات بسبب خطر هجمات الصواريخ والمسيرات. قال متحدث عسكري اليوم الخميس إن الجيش الأردني قتل 27 من مهربي المخدرات حاولوا التسلل عبر الحدود مع سوريا لتهريب كميات كبيرة من المخدرات تحت غطاء كثيف من الثلوج. أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ جيش عملية توغل في دولة مجاورة قبل شهر، موضحا أن عملية التوغل ليست بعيدة من هنا ولن أخوض في التفاصيل. ونقلت قناة كان الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه أن وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي نفذت 3 عمليات داخل الأراضي السورية منذ بداية العام، وأن قوات خاصة تقوم بمهام حساسة على الأراضي السورية، لافتا إلى أن العمليات الإسرائيلية داخل العمق السوري لم تتوقف. كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ سيزور أنقرة مطلع شباط المقبل، مؤكدا أن مرحلة جديدة ستبدأ في علاقة البلدين. وكان إردوغان أعلن في 18 من كانون الثاني الحالي أن هناك محادثات مع هرتسوغ وقد يزور تركيا. إردوغان أعلن في المقابل أن تاريخ 14 شباط المقبل والذي سيزور فيه الإمارات مهم، مؤكدا أن هذه الزيارة ستدخل تركيا مرحلة جديدة من العلاقات مع دول الخليج. وصل وزير الخارجية القطري إلى طهران اليوم قبل أيام من إجراء أمير قطر محادثات في واشنطن في وقت حاسم بالنسبة لجهود طهران والقوى الكبرى لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بعد أن قال نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن إذا شعرت بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جيد. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أنه على الرغم من أن الدوحة وطهران تربطهما علاقات طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة أثارت بعض التصورات الخاطئة والبعض يختلقها لتسهيل المحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة. أطلقت كوريا الشمالية في وقت مبكر اليوم صاروخين باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان، وفق ما ذكر جيش كوريا الجنوبية في تجربة عسكرية سادسة من نوعها هذا العام. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنها رصدت عملية الإطلاق لما تفترض أنها لصاروخين باليستيين في حوالي 8 صباح الخميس بالتوقيت المحلي على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وأشارت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادي في الجيش الأمريكي إلى أن عملية الإطلاق تزعزع الاستقرار لكنه لا تشكل تهديدا مباشرا لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أو لحلفائها. إلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. حجزت مصر مقعدها بربع نهائي أمم أفريقيا للفوتبول بفضل محمد النيني بضربات الجزاء لما سجل الهدف الحاسم 5-4 بعد ما تعادل الفراعنة مع الكوت ديفوار 0-0 بدوالا كاميرون.
قال رئيس الاتحاد الدولي للفوتبول فيفا جاني انفانتينو انه عائدات بطولة العالم للفوتبول المطروحة انه تصير كل سنتين رح تخلق فرص عمل للافريقيين لتوقف هجرتهم عبر البحر المتوسط اللي صار اخذ عدد كبير منهم كضحايا قدر. واضاف انفانتينو انه عائدات البطولة رح تفوق 4.4 مليارات دولار امريكية، كما انه رح يكون في عائدات اضافية رح تحسن اوضاع الشركات المستضيفة للالعاب من الناحية الاقتصادية. ما رح يكون الرئيس الصيني شي جين بينغ فرح إذا قررت روسيا تغزي أوكرانيا قبل أسبوع من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين بأربع شباط المقبل، لا سيما وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رح يحضر انطلاق الألعاب حسب ما ذكرت نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية واندي شيرمان. من بعدها احتاج عدد قليل من أنصار جمعية العفو الدولية بالقرب من الجمعية الوطنية الفرنسية ليدينو سجل الصين بمجال حقوق الإنسان بالوقت اللي عم تستعد بكين لإطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية، واتمنى المحتجين التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان بشينجيانغ. تم وضع نصب تذكاري لنجم دوري NBA كوبي براينت وبنته جيانا براينت بمكان سقوط طوافتهم ومقتلهم مع سبع أشخاص آخرين على تلة قرب لوس أنجلوس من سنتين، وبلغ وزن المنحوته البرونزيه 73 كيلوغرام، وبترمز لكوبي براينت وبنته وهن عم يرتدوا لباس رياضي. وبيعود الفضل بهالمنحوته للنحات دان مدينا اللي قرر يكرم بطل NBA 5 مرات ب20 موسم مع LA ليكرز بعد السنوات الرائعه اللي قدمها لهاللعبه. ختاما، جرى مساء اليوم سحب اليانصيب الوطني اللبناني وقد ربحت الجائزة الكبرى 220 مليون ليرة لبنانية، الورقة التي تحمل الرقم 37058. مبروك للرابحين. بهذا الخبر نأتي إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.